السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. المثنى صياغته صفحة 99 صرف وتحويل مرشدي في اللغة العربية على بركة الله. إذن هذه الصفحة الحصة الأولى والثانية طبعا. إذن ألاحظ أقرأ وألاحظ صارت الرسالة تصل إلى صاحبها عبر الهاتف بسرعة البرق، وأصبحت المكالمة الصوتية والمشاهدة المباشرة مألوفة عند الناس. هاتف، هاتفان اثنان، مكالمة، مكالمتان اثنان. أتأمل جيدا الجدول الآتي وأملأ الفراغ. إذن عندنا هاتف، هاتفان، هاد هاتفان مثنى مرفوعة بالألف، مرفوعة بالألف لأنها مثنى، وهنا هاتفين فالمثنى ينصب ويجر بالياء. إذا كان منصوب غيجي هاتفين، كان مجرور نقول هاتفين. إذا نكملوا على نشرحوا من بعد في خلال الدرس. مكالمة، مكالمتان، مكالمتين، صافي. احنا غادي نشوفوا في الدرس باش ما تعطلوش. إذا المثنى اسم يدل على اثنين أو اثنتين نحصل عليه بزيادة ألف ونون مكسورة أو ياء ما قبلها مفتوح وبعدها نون مكسورة على آخر اسم المفرد. المهم نتوما راك تعرفوا تقولوا ديروا المثنى، غير كاين شي مرات كنوحلوا في كلمات ما نعرفوش شنو المثنى ديالو. اما العادي ساحة ساحتان، ولد ولدان ولدين، بنت بنتان بنتين، بحال بحال ساهل. غير غنشوفوا دابا شي امثله. غير خصك تعرف امتى تقول تدير الالف امتى تدير الياء امتى تدير الالف والنون. غنشوفوا الامثله ونفهمكم واحد شوي. آتي بأربع جمل مفيدة تشمل كل منها مثنى. ناخذ هذه. العصفوران فوق الشجرة، علاش قلنا العصفوران وما قلناش العصفورين؟ هذا مثنى وتا الاخر اللي عصفورين مثنى، ولكن علاش قلنا هنا؟ لان مبتدأ يكون مرفوعا. كون قلنا المفرد نقول العصفور، اذا من درنا المثنى نقول العصفوران مرفوعة بالالف فوق الشجرة. باش لا سولك الأستاذ ياك علاش ما قلتيش عصفورين، يقول لي حيت مبتدأ والمبتدأ يكون مرفوعا، وهنا مبتدأ مرفوع بالألف لأنه مثنى. نزيدو هنا. طرد الحكم لاعبين، هاد لاعبين علاش ما قلناش لاعبان؟ لأنها هنا مفعول به. من طرد الحكم؟ طرد لاعبين. إذا لا قلنا مفرد نقولو طرد الحكم لاعبا، هادشي منصوبة. دابا من قلنا لاعبين منصوبة بالياء لأنها مثنى، صافي. حضر التلميذان باكرا إلى المدرسة، إذا حضر شكون اللي حضر؟ تلميذان فاعل، فاعل مرفوع بالألف لأنه مثنى. حضر التلميذان باكرا إلى المدرسة. تناولت برتقالتين لذيذتين بصحتي، إذا تناولت برتقالتين، برتقالتين مفعول به، مفعول به منصوب بالياء لأنه مثنى. برتقالتين مفعول به منصوب بالياء، لذيذتين نعت تابع للمنعوت في نصبه، إذا منصوب بالياء تا هو لأنه نعت تابع لمنعوته في النصب، صافي. إذا نقلوهم. إذا نمر. أصل بين المفرد ومثنى، لأن سهل. يوم، يومان، عصا، عصوان. شوفوا هنا لك الألف أصله واو، فتى، فتيان، الياء الألف مقصورة أصلها ياء، ناد، ناديان، حمراء، حمراوان، مصطفى، مصطفيان، أبو، أبوان. إذن صافي ساهل هذا، ندوزو. أعطي لكل اسم مثناه آخره مرة آن، يعني ألف ونون أو ياء ونون، نديرهم بزوج. إذا تقدم، تقدم، تقدمان، تقدمين، تقدمان، تقدمين، صورة، صورتان، صورتين، تواصل، تواصلان، تواصلين. هادو أسماء بطبيعة الحال. حضارة، حضارتان، حضارتين، خضراء، خضراوان، خضراوين، وقت، وقتان، وقتين. ندوزو للسطر الآخر.
شبكة شبكتان شبكتين، مستشفى مستشفيان مستشفيين، خدمة مصرفية نديرو حالة الرفع، خدمتان مصرفيتان خدمتين مصرفيتين، أخ أخوان أخوين، شذا شذوان شذوين، أصلها واو، شذو شذن شذوين أو شذوان شذوين، معنى معنيان معنيين، صافي. نمر إلى ألون خانة الاسم المثنى فيما يأتي، رسالتان هو يا مثنى ديال رسالة، أما عطشان بحال فرحان جوعان غضبان، هادو ماشي مثنى، نقولو رجل عطشان، تلميذتان نعم صحيح مثنى، يتكلمان هذا فعل، حاسوب حاسوبان مثنى ديال حاسوب حاسوبان، استخدامين مثنى ديال استخدام استخدام، صافي. إذن صلوا على رسول الله.